شعب الجبارين واحنا شعب الجبارين نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين. بالتأكيد هذه الوقفة هي تعبير عن إرادة شعبنا العربي الأردني بالوقوف إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني الشقيق ونضاله الوطني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد هي تعبير عن إرادة هذا الشعب و دعمه وتأييده لكل لخيار المقاومة والمواجهة الذي بدأ في القدس عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية في مواجهة قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال. بالتأكيد هذه الهبة الشعبية التي تجري الآن في القدس وفي فلسطين هي تعبير عن سقوط خيار المفاوضات والتنازلات والهرولة نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. بالتأكيد مرة أخرى لابد من خيار المواجهة والمقاومة للوصول إلى تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال والعودة. وبالتأكيد هذه أيضا الوقفة هي تعبير عن توجيه التحية للشعب الفلسطيني للقدس وشباب القدس الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية. ما يجري في القدس المحتلة ليس منفصلا عن واقع الشعب الفلسطيني الذي يخوض نضاله اليومي ضد العدو الصهيوني، ليس ابتداء من اليوم بل منذ بدء التاريخ. الثورات الفلسطينية المتعاقبة تؤكد أن الوجود الصهيوني على الأرض الفلسطينية هو وجود طارئ وعارض. أجيال الشباب المتعاقبة ما تزال تسخو بدمائها وتقدم التضحيات معلنة رفضها لهذا الوجود الصهيوني الطارئ. هذه الوقفة التضامنية الحقيقة هي تعبير عن أن الشعب العربي والشعب الفلسطيني جزء منه له قضية واحدة محددة هي قضية فلسطين. ما يحدث في القدس هو نتيجة لتراكم نضالات شعبنا تحت عصف هذا العدو الغاصب الذي لا ينفك منذ أن وجد على أرضنا، أن وجد في اضطهاد شعبنا في محاولة طرده من أرضه، لكن شعبنا أثبت يوما بعد يوم أنه شعب صامد على أرضه، متمسك بعروبته، متمسك بوطنه، متمسك بقدسه. الانتفاضة صحيح أنها بدأت في مدينة القدس لكنها عمت كل مناطق فلسطين مدنها من غزة إلى جنين إلى كافة مناطق وقرى ومدن أرض فلسطين. Oh, man.